تاخد مع الاحتياطات اللي تخلي الجسم ده مؤهل جيدا لاستقبال الحمل، منها ان العادات الغذائيه وعلى راسها استعمال المواد المحفوظه الحافظه والمحفوظه في الاكل ده ممنوع، الفريش يعني كل حاجه تبقى فريش وطازه، استعمال كميه الميه اللي بتدخل جسم الام دي يوميا بما يناسب وزنها، وفي حدوث الوقت ده مثلا في السنه في الحر بنزود نص لتر على الكلام ده اللي هو لتر كامل لكل 25 كيلو جرام من وزن السيدة يضاف إليها نص لتر في الحر الشديد والرطوبة ده يوميا، المية العصير الطازة اللي معمولة في البيت مش متعرضة لأي تلوثات، الفواكه والخضار تكون كلها مش صوبة مش محفوظة مش يعني ما فيهاش أي مواد حافظة، البعد عن الألوان السوداء يعني الشاي والقهوة والنسكافيه والبيبسي والكول عموما، دي كلها حاجات ضارة جدا للست اللي بتستعد للحمل او الحامل فعلا، كمان ان احنا بنحافظ الحاجات اللي فيها صبغات يعني صبغة الشعر والموبايلات والتلفزيونات كده في غرفة النوم او في مكان قريب باستمرار مع الام ده مرفوض، كمان اتباع العادات الغذائية السليمة زي ما بقول لك، طبق السلطة ده جزء كبير مهم جدا رغم انه حاجة يعني ايه السلطة؟ لازم يكون في كمية من الصبغات اللي موجودة في طبق السلطة ده يديها قدرة على التعامل، لان مثلا العين بتتكون من صبغة موجودة في الجزر مثلا وفي الطماطم وفي يعني كل حاجة ربنا خلقها ليها قيمة ومعنى، فاتباع النظام الغذائي المناسب، اتباع العادات الطبيعية، البعد عن التدخين او التواجد في مكان فيه تدخين، يعني اذا كان حضرتك السائل اللي هو اخر حد معايا دلوقتي كان مدخن فهو ما يدخنش خالص ويبطل التدخين، وحتى هو ممكن يكون عرضة ان النطفة الخاصة بيه تكون ضعيفة نتيجة برضو عاداته هو، فلابد من الفحص الشامل للام او السيدة المتزوجة دي وللزوج بحيث ان احنا نتجنب ان يكون تكوين النطفة ده فيه حاجة، برضو نفس التعليمات اللي انا بقولها لسه بكملها انه ان انت ترتاحي 12 ساعة في اليوم، انك تنامي على الجانب الايسر وليس الايمن وتريحي على ظهرك وترجعي تاني برضو على جنبك الايسر، وانك انت بتاكلي 4 ل7 وجبات صغيرة متكررة بحيث لا اثقل على جهازك الهضمي ولا معدتك، وان الاكل ده يكون متنوع وفيه كمية سلطة وخضار خضروات وفاكهة وسمكيات أكتر طبعا من اللحوم بقدر الاستطاعة، وعصاير طازة بقدر الاستطاعة، بعد كده ان الدش والشاور او تعرض الجسم لاي ضغوط يكون مدته قصيره جدا، يعني انا بنصح ان الدش يكون سريع جدا بميه فاتره في حراره الجسم الطبيعيه ولا يزيد عن 5 ل7 دقائق، كل حاجه يعني بحيث ان انا اقلل الضغط على الجهاز الدوري برضو والجهاز المناعي ليا، ان ممنوع منعا باتا لكل من هي حامل في اي فتره في الحمل السفر والصيام، ان في اوقات لابد من تجنب اللقاء الحميم فيها وليها علاقه بتكوين هذا الجنين، وده بتتحسب مع كل حاله عند الطبيب الممارس لمتابعه هذا الحمل، انك انت برضو بالنسبه حتى كلكم يعني كل اللي سالوا النهارده او اللي هي بتبحث عن حمل او ان هي منتظره حمل ان هي تكون متجنبه لصبغات الشعر وللموجات اللي موجوده في التليفونات وفي الكمبيوترات واللابتوب والكلام ده، لابد ان ما يكونش ليكي علاقه مباشره مستمره بيها.